يا جدعان انا وصلت يوم الاثنين اللي فات فاهم غفله تمام ولا احتفلت ولا عملت اي حاجه. فالمهم انا سجلت الكاونتر هم 24 دقيقه هنرياكت عليهم فاهم اول ما يوصل مليون ايه والكلام ده فاهم 24 دقيقه ايه انت عبيط 24 دقيقه يا جدعان هو هنعمل رياليستيك يعني موضوع واقعي انا عايز اكل اكلكم والله مش تفحكوا ريد بول حد عايز حاجه ثاني هديك كنت عايز ريد بول عشان شفايفي جافه ماشي هديك ما تزوجش عشان داخل في الكاميرا يلا يا جماعه هم 24 دقيقه هنرياكت عليهم يلا ايه بقى هنعمل ايه ايوه انت عملت ايه غفله ايه الانجاز اللي انت وصلت له وصلت ايه وصلت مليون ايه المليون دي اي ما هنشوفها دلوقتي يعني ما هنعمل بقى ايه المليون دي وهي بقى تطلع المليون هي احنا قاعدين دلوقتي ايه من السنين بقى كاننا ما وصلناش لسه ما وصلناش مليون نزل اه لسه ما وصلناش مليون 24 دقيقه لحظه احنا هنفضل كده 24 دقيقه ايوه يا لي ديسك ايوه يا عم هو واقعي يلا نقعد بقى سلام رايح فين رايح شويه انا قاعد استني بقى احنا نحب المليون بالدول دي بس بتيجي تغني اغنيه المليون اقعد يا هبل لسه ما جبناش مليون كده كده ولا كنا ايه طياره يلا طياره يسحب بس بيه لو حطيت تبقى تعش وربنا لو فرقعت لا يبص ده هوليوم هوليوم يعني هوليوم اصلا ما تجريش شويه جري لا ما يا ابني واقعيه 46 ايوه ما واقعيه قدامنا زاد واحد احب اشكر اللي عمل سبسكرايب مع السبسكرايب بتاعي احب اشكره قوي بقول لك ايه 950 950 نقرب شباب نقرب انا جايب احتفالاتي لا دي مش هتفرقع دي مش هتفرقع انا جايبها اللي هيفرقع هيلم اللي هيفرقع هيلم ايه ده الله يخرب بيتي يا عم حرقنا المفاجاه لا اوعى اخش يا عم 60 60 60 ايه انا اسف يا جماعه على اللي بيحصل ده انا اسف والله بقول لك ايه بقى لها شويه معلقه على 61 اجيبها لك 62 هات 62 بقول لك 63 يا اسطى 63 يا اسطى ولا ما لو اتفضل اخواتي الام لا ما هتفرقع لا والله ما اتفرقعش انا اسف ان انا جبتكم كنت قاعد لوحدي والله في الشقه انا اسف خمسه هدوء شويه بقى خمسه هدوء شويه بس يا اسطى ايه يا اسطى ده عيالك انا مش فاهم بقول لك ما تجري لنا شويه يا بيجي ناس انا بقول كده برضه فاضل لنا على تسعه يا جدعان تسعه والله توفيق ده نزل 90 لا كسر كسر تخين قوي تدخين ما ينفعش فاضل 10 يا جماعه فاضل 10 جيمي نلعب بالبالونه قوم العب مع البالونه مع جيمي بقينا 999,995 استنى يا عم بص يلا يا مصر يا عم الدوره شغاله خش الدوره فاضل لنا خمسه ايه مروان خمسه تيجي معانا الدوره مش عايز هنلعب دوره سبت حاجات يا ريتني ما جبتكم والله ولا اه يا ابني ايوه فضل احسن ايه ده ايه ده ايه ده نرجع ورا احنا معلش معلش مش مسامحينك يا كابتن مش مسامحينك ناس خمسه معلش معلش خمسه كبسه 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 قول ثلاث احكامك قول ثلاث احكامك يلا يلا ثلاث احكام هتيجي جاي انا شايفهم بس هو ده كبير بس كبير ايه يا ابني بص لي اهي ايه ده انا يعني انا مش بتابع انا الله اكبر يا نهار اسود ولا انت هتلم الكلام ده على فكره يا معلم مليون الله اكبر الله اكبر والله وصلنا المليون ايه ده مليون واحد بدانا مليون واحد بقول لكم تعالوا نستنى ال 2 مليون تعالوا نستنى ال 2 مليون احنا قاعدين واحنا قاعدين اسمع طبعا يا جماعه انتوا فاكرين بس كده وخلاص لا خش عليا بالتقيل خش عليا بالتقيل لا خشري بالتقيل خش انتوا فاكرين ده انا مكلف والله انا مكلف خش تعالى حضر بصوا والله العظيم مكلفاني دم قلبي وتقيله بس ليونايدس وناحيه ثانيه مليون بس هي تقيله الصراحه ايه ده في ايه الله يخرب بيتك ولا بعيد عن التورته هناكل ايه يا Happy birthday to you. ده عيد ميلاد لويجي على فكره. يلا حالا بالا بالا حيوا ابو الفوزه دي. هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد. فليح يا ابو الفوزه. والله العظيم مبروك المليون قبل ايه والله العظيم احنا معانا مليون في الاول.
تسلم يا جماعه تسلم تسلم ايه عايزين تسلم يلا بس عايزين مهم عايزين مفيش اكل يا جماعه دي منظر بس جلو خدوه هات وشه فيه خدوه منظر بس يا اولاد يا جدعان انت مش هتحط كده طيب والله هو فيس بلاي بوت يلا ارفع ايدك الله اكبر ايه ده ايه ده انزل بالراحه بالراحه بس كده لا لا انتوا فيه ايه يلا بقى يا مروان بالراحه بالراحه على اسمي بالراحه على اسمي انت عارف ننزل على فكره استنى تعال بقى نتكلم احنا بقى انا طلعتهم بره عشان صراحه الكلمتين دول ما ينفعش اتكلمهم قاعدين جنبي بجد يا جدعان لو انتوا كنتوا سالتوني من 3 4 سنين هل يا مروان هتوصل للمليون اقول لك لا ده بالنسبه لنا كلنا تقريبا حلم حلم لينا ولغيرنا فاهمين احنا كمجموعه ما حدش كان متوقع ان حد اصلا يوصل للرقم ده فينا لو في الاخر احنا كنا بادينها كهوايه او عيال بتلعب حرفيا انا بخلص شغل فاهم انا كده اروح اسجل فيديو واعمل له ابلود وليجي يجي بقى. بس الحمد لله الحمد لله وصلنا للمليون رقم كبير قوي وحرفيا الرقم ده مش هو اللي مفرحني والله اللي مفرحني حرفيا المشوار للمليون ذات نفسه ان انت تشوف تعبك وسهرك مجهودك وضغط النفس اللي بيحصل عليك الاخر كل دوت بيتحول لحاجه ناجحه انت بتبقى راضي من نفسك وفرحان ايه دي الفرحه بجد والله العظيم كل السهر اللي حصل ان انا كنت بصور متاخر مثلا او بمنتج وانا متاخر واصحى بدري عشان اكمل مونتاج وانزل الفيديو وطول الساعات اللي عمال اطلع فيها افكار كل ده الحمد لله الحمد لله شفت نتيجته دلوقتي الحمد لله وصلنا للمليون بفضل ربنا ومساعده اهلي وبدعمكم المستمر قلتها لكم قبل كده وهقولها تاني والله العظيم ما تستقلوش بنفسكم انت الكومنت بتاعك او اللايك هو اللي بينجح من شخص لشخص في اليوتيوب فشكرا ليكم جدا جدا يا جدعان شوف الله اقول لكم ايه اي حد عمل لايك اي حد كتب كومنت كويس او كتب كومنت ناقد او شاير الفيديو او اي حاجه عملها حرفيا في مصلحه القناه فشكرا ليك جدا 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 انت من الاسباب الرئيسيه في نجاح القناه هنا وانت من الاسباب الرئيسيه اللي احنا وصلنا للمليون وانت برده من الاسباب الرئيسيه اللي احنا هنوصل لاكتر من كده بكتير فشكرا ليك انت والله والله انا كان نفسي اعمل جيف اواي كبيره فاهم بس للاسف الموضوع جه فجاه والله العظيم ما كنتش متوقعه تماما عشان كده سجلنا الفيديو ده ان انا وصلت للمليون تمام يوم الاثنين حاجه زي كده وفجاه والله العظيم ما كنتش واخد بالي خالص حتى ما لحقتش اعمل اي حاجه ما لحقتش حتى اعمل رياكت على المليون لما وصلت لها ولا حتى جهزت ان انا اعمل جيف اواي الموضوع جه فجاه انتوا قمتوا بالواجب ما شاء الله برضه عشان ما تمشكوش كده وايديكوا فاضيه اهو كودين لفيفا 23 الالتيميت اديشن اللي هي اغلى نسخه تقريبا نسخه ال 100 دولار نسختين دول تمام للبيجن 5 او الشغل في جن 4 ما اعرفش والله العظيم خلي يلحقهم بقى ولو انت مش بتلعب فاهم فيفا ولا اي حاجه وعندك اكونت بلاي ستيشن اعمل ريديم بسرعه على فاهم الكودين دولت وبيع الاكونت اطلع باي مصلحه من الاخر 100 دولار 100 دولار تمام بحاجه 3000 جنيه تقريبا نيجي بقى لاخر حاجه وهو التحدي اللي انتوا حرفيا فاهم هتموتوني بيه والله ده من دلوقتي فاهم فين التحدي في قلت لك ان شاء الله ان شاء الله احنا بدانا حرفيا اهو في اجراءات التحدي وبدانا نسال ومش عارف ايه عشان نكون بالقفزه بس زي ما قلت لكم زي ما قلت لكم ما تتوقعوش ان هي تبقى الاسبوع الجاي او بكره او بعده ايه بكتير قوي ممكن تبقى شهر شهرين مثلا ممكن بعد رمضان بعد رمضان بعد العيد بعد كده يعني في خلال شهرين 3 شهور بكتير قوي هتبقى في نقطه لان هو مش بظروفي انا فاهم في ظروف الجو في ظروف الشركه اللي بتنط بظروف حاجه كتير قوي اقرب حجز الحاجات دي احجزه انط والله العظيم موضوع ازمه هنا فاهم رعب انا وعدتكم وانا نفسي اعملها الصراحه اه والنبي بقى فاهم ايه مش لاقي كل كومنت على كل فيديو فين التحدي فين انط وبس كده شكرا لكم مره تانية يلا بقى نعمل فيديو كمان بقى ايه في ال 2 مليون بقى مش هقول لكم 10 مليون عشان الموضوع كده لا 2 مليون ولا مليون 2 مليون ومش هقول لكم في تحدي من دلوقتي عشان اقسم بالله انا عارف فاهم امسكوا فيها من دلوقتي ومستنيين فاهم انا ان شاء الله لما اوصل 2 مليون بفكر لكم في تحدي حلو ونعمله ان شاء الله يعني كنش طياره بقى حاجه اخف شويه والناس اللي هتيجي تقول لي ما جابش ليه بيستي ما جابش ليه اسماعيل ده مش احتفال ده مش احتفال المليون اللي انا هعمله لاصحابي دي حاجه عدايه كده اي فيديو فاهم ده المفروض ليكم انتوا اشكركم فيه مش اكتر انا بقى العزومه اللي هعزم فيها اصحابي كلهم بقى فدي حاجه تانية. بره خالص عن الموضوع هنا هم المفروض يعزموني صح ما انا مش انا اللي وصلت عارف المهم شكرا لكم جدا جدا عن ما تنساش تكمل دعمك للقناه هنا تابعنا على السوشيال ميديا كلهم انستجرام وتيك توك عموما عشان ممكن انزل ايه البيهايند ذا سينز والحاجات اللي حصلت فاهم في الخبايا واحنا عاملين نصور والحاجات دي والهبل اللي كان بيحصل ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي واه جود باي الاكل عجبكم ها تورته ومظبطكم مظبطكم والله ماشي يلا يلا بينا يلا بينا يلا ايه
بدون لا استنى 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 لا والله استنى يلا دايما عامل عصب استنى رايحين فين يلا بقى خلاص ايه ده في ايه يا اسطى المكان ده بصوا بقى اتشقلبوا وانا اكل بالليل الحمد لله ما ادانيش واحد انا عايز الارض دي بروبرو والله